السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى قضية رأي عام جديدة سنتعرف عليها بعد أن نذهب إلى أبرز العناوين الرياضية التي تصدرت الصحف اليوم. في عناوين صحف اليوم محليا في الراية، قمة البوندسليغا على ملعب البطولات، مجلس إدارة الوكرة يرفض استقالة الرئيس، محمد عبدالله المالكي كتب في الشرق لا يجوز يا خالد هذا الكلام، محمد علي المهندي كتب في الشرق شحاتة وضع إصبعه على الجرح، عصام سالم كتب في الوطن ممنوع الاقتراب. في العرب الرياضيون يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني، استاد الدوحة تصدر ملحقا خاصا بمناسبة اليوم الوطني، وماجد الخليفي يكتب كلمة وفاء لرجل العطاء. عربيا في الجزيرة السعودية أحمد عيد برنامج الانتخابي يتضمن إنشاء رابطة مستقلة لفرق الهواة. في الرياض السعودية خالد المعمر يعلن برنامجه الانتخابي اليوم. في الوسط البحرينية سلمان بن إبراهيم يشيد بدور الشباب والرياضة في تهيئة منشآت خليجي 21. في البيان الإماراتية مهدي علي ذاهبون إلى خليجي 21 سعيا للفوز. في القبس الكويتية انتفاضة سورية بخرت أحلام الأزرق في بطولة غرب آسيا. في الوطن الكويتية الأزرق والدع والسؤال هل يستمر غوران؟ في اللواء اللبنانية رضا عنتر لا نية للاعتزال. في الأهرام المصرية الأهلي يخسر أمام مونتيري المكسيكي بهدفين ويكتفي بالمركز الرابع. عالميا في سبورت الإسبانية بعد الانتصار على أتلتيكو مدريد جماهير برشلونة مورينيو نحبك نرجو البقاء. في لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية يوفنتوس يتألق ويقضي على أتلانتا في 30 دقيقة. انتخابات اتحاد الكرة السعودي صراع ديمقراطي فوق صفيح ساخن، وهو عنوان يختزل ما سيجري يوم الخميس المقبل في المملكة العربية السعودية التي ستشهد للمرة الأولى انتخاب رئيس جديد للاتحاد. صراع مفتوح على منصب الرئيس وصراعات مفتوحة أيضا على العضوية. رئيس تحرير البرنامج باسم الرواس يقدم لنا ضربة البداية ونعود بعدها إلى استقبال الضيوف والحوار معهم. إلى السعودية تتجه الأنظار يوم الخميس المقبل، العيون ستكون شاخصة على انتخابات اتحاد الكرة السعودي في عرس ديمقراطي حضاري يشهد منافسة حامية الوطيس على منصب الرئاسة وعلى 17 منصبا في العضوية. أحمد عيد ابن الأهلي جدة والحارس السابق للأخضر، خالد المعمر القادم من العمل الإداري في الشباب والهلال، كلاهما يتنافسان على المنصب الأهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتكام إلى الصندوق منذ تأسيس الاتحاد السعودي عام 1956. إذن من سيخلف الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل ابن عبد العزيز الذي مضى بتحويل اتحاد الكرة إلى واحة ديمقراطية يتنافس فيها الجميع على تقديم الأفضل؟ وحده محمد النويصر حظي بالإجماع، ومنصب نائب الرئيس حسم لرئيس هيئة المحترفين الذي لم يجد من ينافسه على منصب النائب. 40 مرشحا يتنافسون على 17 منصبا في العضوية، والمعركة لا تقل شأنا على الإطلاق في ظل إجماع على وجود البعض وصراعات على آخرين. على مسافة أيام من الاستحقاق كيف تبدو أجواء المرشحين وكيف سينعكس التحول الديمقراطي على كرة القدم السعودية؟ وفي طليعتها الأخضر بلا أدنى شك. سعدنا أن نستقبل في الاستوديو الأستاذ عبدالله الشيخي الصحفي بجريدة الحياة اللندنية، وأيضا الأستاذ فيصل مشاري الصحفي بجريدة الشرق الأوسط الدولية. كما يسعدني أن أستقبل عبر الأقمار الصناعية من الرياض الأستاذ سلطان الرديف الصحفي والكاتب بجريدة الرياضية السعودية، وأيضا الأستاذ عبد الوهاب الوهيب الصحفي والكاتب بجريدة الرياض السعودية. أهلا بكم جميعا ضيوفي في الاستوديو وأيضا ضيوفي عبر الأقمار الصناعية. أنتم أيضا مشاهدين الكرام مدعوون للمشاركة والإجابة على سؤال الاستفتاء المطروح على الموقع الإلكتروني للقناة.
من تتوقع أن يفوز برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. حتى الآن نسبة التصويت أحمد دعيه 49% وخالد المعمر 51%. وأيضا يمكنكم التصويت من خلال موقع قناة الرسمي www.alkas.net. التصويت في أسفل الموقع. أبدأ مباشرة مع المحور الأول والانتقال إلى الانتخابات. أستاذ عبد الله، يعني أنا راح أبتدي معك، كيف تصف مسار التحول التدريجي في انتخابات اتحاد الكرة السعودي؟ هذا التحول إذا 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 تحدثنا بدأ بنصف أعضاء الاتحاد ووصلنا الآن إلى كامل اتحاد بشكل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أجدها فرصة الحقيقة لأقول لقطر ألف مبروك على العيد الوطني، هني الأمير والحكومة والشعب القطري، وأتمنى إن شاء الله للبلاد ولدول الخليج كلها إن شاء الله السعادة والتوفيق إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. الحقيقة الانتخابات كانتخابات أخذناها طبعا من جانب يعني عملي، فهي عمل حضاري. يعني إحنا يمكن بالنسبة لنا تجربتنا في المملكة العربية السعودية على مستوى المؤسسة الرياضية، يعني على مستوى اتحاد كرة القدم والرئاسة العامة لرعاية الشباب، لا شك هي جديدة بالنسبة لنا، المسألة جديدة. وبالتالي حينما تدخل في هذا المعترك أعتقد إنه شيء جيد وشيء يقودنا يعني إلى الأمام خطوات في مرحلة التطوير. نحن محتاجين إلى هذا الأمر لا شك في ذلك، لكن وإن حصلت هناك بعض الربكة والارتباك في العمل، هذا طبيعي جدا في مسألة الانتخابات، لا سيما إن التجربة الأولى، والتجربة الأولى دائما ما تخلف كثير من القضايا والمشاكل والاختلاف في وجهات النظر. أنا أتصور حقيقة نحن أمام مرحلة جيدة بإذن الله ستكون يعني انعكاس لعمل حضاري متطور في المستقبل لكرة القدم. نعم، نتمنى ذلك بكل تأكيد. أستاذ فيصل، يعني دعنا نتحدث بداية عن تداعيات الدخول في هذه الخطوة. هل هي تراها بأنها ناحية سلبية دخول الكرة السعودية في انتخابات صريحة 100% للاتحاد السعودي، أم تراها نقطة إيجابية وإيجابية جدا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما بدأ أخي عبد الله، أنا أقدم لكم التهنئة حكومة وشعبا، وفرصة سعيدة أن نتواجد في ظل هذه الأيام. أتمنى أن يعني دائما نكون السعادة من نصيبكم. طبعا بلا شك هي أمر إيجابي، يعني أول مشروع انتخابي متكامل تمر في الرياضة السعودية. أعتقد أنها كان في اتفاق مسبق ما بين الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل والاتحاد الدولي على أن تكون هناك يعني الموضوع الانتخابات تدريجيا. بدأ في 2006 تقريبا، كان 50% اتحاد منتخب و 50% من أعضاء المجلس معينين. الآن نصل إلى مرحلة نقطة تحول، جميع أعضاء